أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن موسم التزاوج، وهنتكلم عن أطعمة مهمة جدا لابد أن تضعها للطائر في موسم التزاوج. طبعا احنا عارفين ان موسم التزاوج بالنسبة للدرة المطوقة، سواء كانت درة هندي أو نيبالي أو أفريقي أو أيا كان نوعها، موسم الدرة بيبدأ في الربيع. الربيع بيبدأ من 21 مارس. لو عندك ببغاء الدرة لسه لم يضع البيضة بعد، إن شاء الله هيضع في شهر 3 أو في شهر 4. ده طبعا يعني موسم التزاوج، وطبعا في بعض الأنواع وبعض الأزواج بتلتزم جدا بموسم التزاوج. طيب الآن قبل موسم التزاوج أنا يجب علي أنني أضع خطة وأضع وقاية للطائر. هضع له خل التفاح أو هضع فلاجيل في الماء. الفلاجيل دوت عشان يبقى مطهر معوي وقاتل للبكتيريا والطفيليات. طبعا زي ما احنا شايفين كده في الصورة، وأنا طبعا اتكلمت عن الفلاجيل ازاي نضعه وازاي نضع خل التفاح ده قبل الموسم، عشان ما يحصل لناش يعني موت للجنين داخل البيضة. خلي بالك كويس جدا، في أطعمة مهمة جدا عشان تزود الخصوبة، عشان البيض يعني يكون فيه خصوبة وما يكونش البيض فارغ. الأطعمة دي مهمة جدا. الأطعمة طبعا احنا عندنا طبعا القمح ده مهم جدا. القمح طبعا بنغليه، وطبعا لما بتصبح الحبة يعني لينة جدا، وبعد كده بنقدمه للطيور. وعندنا أيضا الفلفل الأخضر ده مهم جدا وبيزود الخصوبة. وعندنا أيضا الكوسة، وكذلك أيضا الخضروات مهمة جدا زي الكزبرة مثلا. وطبعا دي كلها أكلات يعني مهمة جدا لابد من تواجدها. الكزبرة مهمة وبتحتوي على عناصر مهمة جدا. طبعا احنا بنزود أكل الخضروات في وقت وضع البيض. وقت وضع البيض بنزود الخضروات. ليه بقى؟ لأنها بتسهل عملية يعني نزول البيضة، حتى لا يحدث احتباس للبيضة في داخل الأنثى فتمرض الأنثى. فطبعا الأكل اللين بيسهل نزول البيضة وبيزود خصوبة الطائر، وبيمد الطائر بالمزيد من القوة والفيتامينات اللي الطائر في أمس الحاجة إليها. طبعا احنا عندنا برضك الخص يا جماعة مهم جدا، وكذلك أيضا السريس أو ما يعرف بالهندباء. طبعا كل بلد بتسميها باسم معين. ده طبعا مهم جدا. جميع أنواع الخضروات مهمة جدا في وقت وضع البيض. وقت وضع البيض لابد أن أنت يعني تكثر من الخضروات، زي مثلا الجرجير والفجل. تضع الأكل اللين زي مثلا الجزر، الكوسة، البطاطا. كل الأكل ده طبعا مهم جدا جدا أن أنت تضعه في موسم التزاوج. في حاجة مهمة جدا يعني هتمد الطائر أيضا بالكالسيوم عشان تزود من إيه؟ من عدد البيض. عشان تزود من عدد البيض يبقى لابد من وضع عظام الحبار أو ما يعرف بلسان البحر. عظام الحبار أو المحار، يعني هو ليه أسماء كتيرة زي ما احنا شايفينه كده في الصورة. لابد طبعا من وضع البرتقال، يعني فيه فيتامين سي هيقي الطائر من الأمراض ومن البرد. الأكلات دي مهمة جدا. التنويع يعني تغذية متكاملة، تغذية شاملة للطائر عشان الطائر يكون قوي جدا، عشان الطائر يعني تقدر الأنثى ان هي تضع البيض بكل بساطة وبكل سهولة بدون احتباس للبيض وبدون أي مشاكل. احنا بنزود كمان الخضروات دي عشان ان هي بتزود الخصوبة عند الذكر، وبتجعل الذكر يقبل على العملية، عملية التزاوج، عشان البيض ما يبقاش فارغ وما يبقاش غير مخصب. فلابد ان انا اهتم جدا بهذه الفترة بوضع كل هذه الخضروات وكل هذه المعادن. الخضروات دي انا بضعها في فترة وضع البيض. لما الأنثى تخلص وضع البيض، طبعا الأنثى بتضع يوم وتريح يوم، تضع يوم وتريح يوم.
بعد ما الأنثى تخلص وضع البيض بمنع تماما وضع الخضروات، بمنع تماما وضع الخضروات لأنها بتزود تحفيز الذكر على التزاوج، فده طبعا هيبقى مشكلة كبيرة. فأنا بمنع الخضروات في وقت وضع البيض. كمان الخضروات دي بتخلي في سهولة، ويعني البراز نفسه بيكون يعني سائل، فده بيؤدي أيضا إلى تلويث البيض. فطبعا الخضروات لا تضعها أبدا في وقت الرقاد على البيض، وقت الرقاد على البيض لا تضع أي خضروات ولا تضع أي أكل لين، تكتفي فقط بالحبوب. انت عنده أي سؤال يكتبهن في التعليقات، توش تعملوا إعجاب بالفيديو واشتراك في القناة حتى نستمر بنشر المزيد إن شاء الله.